التاريخ الجزء الثاني الصف السابع. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الدرس الثالث العلوم الدينية والإنسانية والتطبيقية. أولاً المؤسسات التعليمية. دعا الدين الإسلامي إلى التفكر والتدبر في الكون ومظاهره، وحث على طلب العلم، لذا اهتم الأمويون بالعلوم على اختلاف أصنافها، ومن مظاهر هذا الاهتمام إنشاء المؤسسات التعليمية، فمنها أولاً الكتاتيب، وهي أماكن أقيمت بالقرب من المساجد أو في بيت شيخ الكتاب، يتعلم فيها الصبيان في سن مبكرة حفظ القرآن ومبادئ القراءة والكتابة والحساب. الشكل 3-12 الكتاتيب يبين غرفة فيها الشيخ وحوله الطلاب وهو يقوم بتعليمهم. ثانيا المساجد. لم تكن المساجد في ذلك الوقت دورا للعبادة فقط، بل دورا لتلقي العلم أيضا، وكان التدريس فيها بنظام الحلقات، أي يلتف الطلاب على شكل حلقة حول أحد العلماء لتلقي العلم، ويتوافر في المسجد أكثر من حلقة للتدريس في مواضيع مختلفة. ومن أشهر هذه المساجد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأموي في دمشق، والمسجد الأقصى في القدس. بين المقصود بنظام الحلقات. قارن بين الكتاتيب والمساجد من حيث مواد الدراسة. لم يقتصر التعليم في العصر الأموي على الكتاتيب والمساجد فحسب، بل كان يختار لأبناء الخاصة من الخلفاء والولاة والقادة والأعيان علماء ومعلمون من ذوي الخبرة أطلق عليهم المؤدبون. الشكل 3-13 حلقات العلم في المسجد يبين لنا ساحة مسجد وفيها أكثر من حلقة لتلقي العلم. وقد شاع في العصر الأموي الرحلة في طلب العلم، فسافر العديد من طلاب العلم إلى البلدان لتلقي العلوم من كبار العلماء في أنحاء الدولة. قارن بين ظروف الرحلة في طلب العلم قديما وحديثا. نشاط. عد إلى أحد محركات البحث وابحث عن أثر التكنولوجيا في ظهور مفهوم التعلم عن بعد. ثانياً العلوم الدينية، وهي العلوم التي انبثقت عن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لارتباطها بالحياة. ومن هذه العلوم أولاً علوم القرآن الكريم، وهي علوم متعلقة بالقرآن الكريم كالتفسير وأسباب النزول والقراءات وغيرها. ثانيا علم الحديث، يقصد بالحديث النبوي الشريف كل ما صح نقله عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وقد كانت الأحاديث تحفظ في صدور الرجال أو بعض الصحائف المتفرقة، حتى جاء عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي أمر بتدوين الحديث الصحيح وجمعه في كتب بعد ظهور الأحاديث الموضوعة بين قوسين المكذوبة، وتفرق الصحابة والتابعين من حفظة الحديث في البلاد المفتوحة ووفاة الكثير منهم، فأرسلت عدة نسخ إلى أقاليم الدولة الأموية. ومن أشهر المحدثين في ذلك العصر سفيان الثوري صاحب كتاب بين قوسين الجامع الكبير. عرف الحديث الشريف. برأيك ما أهمية تدوين الحديث؟ هل تعلم أن مدينة آيلة الأردنية بين قوسين العقبة حاليا كانت من أهم مراكز رواية الحديث النبوي في العصر الأموي، نظرا لموقعها المميز كحلقة وصل بين أقاليم الدولة الأموية؟ وازداد سكانها بعد الفتوحات، سكنها موال وتجار، وقد ارتبطت المدينة بإمام المحدثين
محمد بن مسلم الزهري الذي نزلها، وساهم تلاميذه من أبناء المدينة في انتشار علم الحديث، فظهر العديد من علماء الحديث مثل خالد بن عقيل الأيلي. ثالثاً، علم الفقه، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، بين قوسين القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس. وقد زادت الحاجة لهذا العلم نظراً لاتساع الدولة وتنوع شعوبها واختلاف أحوالها. ومن أشهر الفقهاء في العصر الأموي عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، صاحب كتاب السنن في الفقه، فسر ازدياد الاهتمام بعلم الفقه. ثالثاً، العلوم الإنسانية. أولاً، اللغة. قام علماء اللغة بوضع قواعد للمحافظة على اللغة العربية من اللحن، بين قوسين الخطأ، بعد دخول العديد من الشعوب غير العربية في الإسلام. وللتعرف إلى أهم التطورات في علم اللغة، انظر إلى الشكل الآتي ثم أجب عما يليه. مظاهر تطور علم اللغة في العصر الأموي: تنقيط أحرف اللغة العربية وضبطها بالحركات، وذلك بتشجيع من الخليفة عبد الملك بن مروان على يد عالم اللغة أبي الأسود الدؤلي وتلاميذه من بعده. ظهور مصطلحات جديدة نتيجة لترجمة العلوم والمعارف، وما استحدث من نظم شرعية وإدارية وسياسية جديدة. ويعد معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي أول معاجم اللغة التي صنفت في العصر الأموي. الشكل 3-14، مظاهر تطور علم اللغة في العصر الأموي. تخيل أن حروف اللغة العربية بقيت دون ضبط بالحركات والنقط. ثانياً، الشعر والخطابة. تطور الشعر في العصر الأموي، ومن مظاهر هذا التطور ظهور علم العروض الذي يعنى بضبط أوزان الشعر على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي. وتعددت أغراض الشعر من مديح وفخر وهجاء وغزل ورثاء. وقد شجع الخلفاء والأمراء الأمويون الشعراء وقربوهم، ومن أشهرهم الأخطل شاعر معاوية بن أبي سفيان، والفرزدق شاعر عبد الملك بن مروان. بين أهم التطورات التي طرأت على الشعر في العصر الأموي. وازدهرت الخطابة في العصر الأموي، وزادت أهميتها للمساهمة في تثبيت دعائم الحكم الأموي. واشتهر كثير من الخلفاء والأمراء والقادة بالخطابة، مثل الخليفة معاوية بن أبي سفيان وأمير العراق بين قوسين زياد بن أبيه، الذي اشتهر بخطبته بين قوسين البتراء. التاريخ هو العلم الذي يعنى بتسجيل الأحداث التاريخية وفقا لزمن حدوثها. وقد كان للقرآن الكريم والسنة النبوية أثر في تشجيع هذا العلم، فالقرآن الكريم ذكر أخبار الأمم السابقة لأخذ العظة والعبرة، وعنيت كتب التاريخ بتدوين أخبار المسلمين وفتوحاتهم، واهتموا بتدوين أنساب القبائل العربية. وأول من دون التاريخ عبيد بن شريع في عهد معاوية بن أبي سفيان، وأول من ألف في السيرة عروة بن الزبير بن العوام. استنتج أسباب اهتمام المسلمين بعلم التاريخ. الشكل 3-15، كتاب السيرة النبوية لابن إسحاق. يوجد صورة لغلاف الكتاب السيرة النبوية لابن إسحاق. رابعاً، الفلسفة. كانت الفلسفة واحدة من العلوم التي تم نقلها إلى العربية عن اللغات الأخرى، ولم يقتصر اهتمام فلاسفة المسلمين على الترجمة، بل تعدى ذلك إلى تأملات وشروحات ارتبطت بالعقيدة الإسلامية. ومن أشهر الفلاسفة في العصر الأموي واصل بن عطاء. خامساً، الترجمة. أدى اختلاط المسلمين بشعوب البلاد المفتوحة إلى اطلاعهم على ثقافات هذه الشعوب،
فدفعهم ذلك إلى القيام بترجمة علومهم في الكيمياء والفلك والطب والفلسفة بتشجيع من الخلفاء والأمراء كمعاوية بن أبي سفيان وخالد بن يزيد بن معاوية وعمر بن عبد العزيز، ومن أشهر المترجمين ابن المقفع الذي ترجم الكتاب المشهور كليلة ودمنة، ويوحنا الدمشقي الذي كان يجيد اليونانية والآرامية والعربية، وأسطفان الإسكندراني الذي ترجم كتبا في الكيمياء، والطبيب ابن أثال الذي ترجم كتبا في الطب بطلب من معاوية بن أبي سفيان. الشكل 3-16، كتاب كليلة ودمنة، صورة لكتاب كليلة ودمنة، وهو كتاب ترجمه عبد الله بن المقفع. ناقش أثر الاطلاع على علوم وثقافات الشعوب الأخرى. رابعاً، العلوم التطبيقية، وهي العلوم التي اعتمدت على التجربة والملاحظة والاستدلال منها. أولاً، الرياضيات والهندسة. تجلت براعة علماء المسلمين بعلمي الرياضيات والهندسة من خلال بناء القصور والمساجد والقناطر وحسن التخطيط عند بناء المدن في أرجاء الدولة الأموية. ما مظاهر اهتمام المسلمين بالرياضيات والهندسة؟ الكيمياء. عرفت الكيمياء عند العرب بعلم الصنعة، وهذا العلم يعتمد على التجربة والملاحظة الدقيقة، ويعد خالد بن يزيد بن معاوية أول من اشتهر بعلم الكيمياء في العصر الأموي. حكيم بني مروان، لقب أطلق على خالد بن يزيد بن معاوية سنة 85 هجري ل704 ميلادي، وذلك لاهتمامه بالعلوم وانشغاله بها، وإلى جانب ذلك كان خطيبا وشاعرا فصيحا، ومن مؤلفاته كتاب الحرارات وفردوس الحكمة في علم الكيمياء. فكر، سبب تسمية علم الكيمياء عند العرب بعلم الصنعة، على ما يدل اهتمام خالد بن يزيد بالعلوم. ثالثا، الطب. اهتم العلماء المسلمون بالطب وعلومه، ومن مظاهر هذا الاهتمام ألف تشجيع خلفاء بني أمية الأطباء وتقريبهم من أمثال الحكم الدمشقي وابن أثال طبيب معاوية وغيرهم. ب. العناية بأصحاب الأمراض المزمنة والمعدية كالجذام، وذلك ببناء البيمارستانات بين قوسين المستشفيات الخاصة لهذه الأمراض في عهد الوليد بن عبد الملك. البيمارستان بين قوسين المستشفى لفظ فارسي مكون من بين قوسين بيمار وتعني المرض، وستان وتعني المكان. جيم، تطبيق فكرة الحجر الصحي والطب الوقائي. وللتعرف إلى أنواع المستشفيات تأمل الشكل الآتي ثم أجب عما يليه. أنواع المستشفيات في الدولة الأموية: المستشفيات الثابتة، وهي التي أقيمت في المدن الكبرى لعلاج الأمراض. المستشفيات المختصة، وهي التي أقيمت لعلاج فئة خاصة من المرضى أو لعلاج أمراض معينة كالأمراض المعدية. وأما الأمراض العقلية فكان لها مستشفيات خاصة تدعى بين قوسين المارستان. المستشفيات المتنقلة، وهي أنواع منها الخاصة بمرافقة الجيوش في الحروب أو مع قوافل الحج أو المناطق النائية، ومنها المجهزة للظروف الخاصة عند انتشار الأوبئة. الشكل 3-17، أنواع المستشفيات في الدولة الأموية. ساهم الأردن في إنشاء العديد من المستشفيات المتنقلة في مناطق النزاع في العالم، أذكر بعضها مبينا الغاية التي أقيمت من أجلها. ما المقصود بالحجر الصحي؟ أذكر أمثلة على الأمراض المعدية. رابعا، الفلك. يعد الفلك من أوائل العلوم التي اهتم بها المسلمون، وقد عرف عندهم بعلم الهيئة، وهو العلم الذي يهتم بدراسة الأجرام السماوية بين قوسين النجوم. وقد برزت أهمية هذا العلم في تحديد أوقات العبادات من صلاة وصيام وحج وغيرها،
وأول كتاب في الفلك ترجم على اليونانية في العصر الأموي هو كتاب بين قوسين مفتاح النجوم لهرمس الحكيم، وصنع العرب الأدوات الفلكية لمعرفة حركة الكواكب كالأسطرلاب والبوصلة التي عرفوا بها الاتجاهات الأربعة. ما الاستخدامات التي اخترعت البوصلة من أجلها؟ الشكل 3-18 الأسطرلاب، صورة للأسطرلاب. نشاط: انسب المؤلفات الآتية لأصحابها من خلال الجدول: الكتاب مقابل المؤلف، كليلة ودمنة، فردوس الحكمة، السيرة النبوية، مفتاح النجوم، معجم العين. أسئلة الدرس: أولاً، عرف ما يلي: الكتاتيب، علم الحديث، البيمارستان، علم التاريخ، علم الصنعة. ثانياً، ما أسباب ما يلي: ألف، تزايد اهتمام المسلمين بعلم الفقه، ب، انتشار الرحلة في طلب العلم، جيم، اهتمام المسلمين بعلم الفلك، د، إنشاء المستشفيات المتخصصة، ه، ظهور مصطلحات جديدة في اللغة العربية في العصر الأموي. ثالثاً، أكمل الجدول الآتي بالمعلومات المناسبة: العالم مقابله العلم الذي برع فيه، محمد بن مسلم الزهري، يوحنا الدمشقي، خالد بن يزيد بن معاوية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، عبد الله بن المقفع. رابعاً، اكتب فقرة غير منقطة بين قوسين غير معجمة، ثم اطلب من زميلك قراءتها. انتهى الدرس.